وعلينا أن نتفقه في الدين في كتاب الله في الأحاديث النبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لا يحكم على معين بكفر أو فسق إلا بعد إقامة الحجة، والسؤال: هل التبديع مثل التكفير والتفسيق أي يحتاج لإقامة الحجة؟ نعم نعم، كل عيب يوصف به الإنسان فإنه يحتاج إلى ثبوت مقتضى ما يقتضيه، فإنه يحتاج إلى ثبوت ما يقتضيه هذا العيب، يعني ما يوجب هذا العيب. أما أن نصف كل واحد بأنه مبتدع وكل واحد بأنه ضال بدون دليل، هذا لا يجوز. نعم.